الأفلام الإباحية كأنك عديت جنب محل مشويات واشتهيت أكل أنت ما معكش تمنه، وفي واحد شافك وهو داخل المحل وعطف عليك واقترح يدخلك تقعد معاه على ترابيزة تتفرج عليه وهو بياكل. فضلت تتفرج عليه وهو هايس في الكباب والكفتة والريش ومركز كأنك أنت اللي بتاكل بالظبط، لدرجة إنك كنت متلذذ ومستمتع بالفرجة عليه وهو بياكل الأكل اللي أنت كان نفسك تاكله. فضلت كده لحد ما هو خلص وشبع، ومن كتر ما أنت مستمتع بالفرجة عليه نسيت جوع وحسيت ان انت كمان شبعت، ولكن بعدها بلحظات بسيطة حسيت انك مش مبسوط وحسيت بكسرة النفس والذل والاهانة واحتقار الذات. ده بالظبط نفس اللي بيحصل في دماغك اثناء مشاهدتك للاباحية، احساس مهين جدا. الافلام الاباحية هتحولك لمسخ بيتفرج على الحياة مش بيمارسها. انت متخيل انت بتعمل في نفسك ايه لما بتتفرج على اتنين بيبصوا بعض؟ اهانة كبيرة جدا ليك، هو انت طرف تالت؟ انت اللي المفروض تكون بتبص مش بتتفرج على واحد بيبص. الافلام الاباحية هتخليك متعتك في انك تتفرج على اتنين بيبصوا بعض، عقلك هيتدمر. انت ممكن تقعد تتفرج لغاية ما ميولك تتغير. معظم السمبات نشأتهم من الافلام الاباحية، الناس اللي بتلحس والناس اللي ميولها اتغيرت وبقت بتنجذب لنفس جنسهم. وفي رجالة وصلت لمرحلة انها بقت بتحب ان المرة هي اللي تسيطر عليه. في رجالة بقت بتحب تنضرب، في بلاوي، الموضوع كارثة، انت لازم تبطل. بس لما تيجي تبطل بقى مفيش حاجة اسمها ان انت كاست، مفيش حاجة اسمها انا كنت مبطل 30 يوم ووقعت يوم ابقى انا كده رجعت لنقطة الصفر. انت لما تبطل 30 يوم وتقع يوم عمرك ما هتبقى زي اللي بيعملها كل يوم. انت ما انتكستش ولا رجعت لنقطة الصفر، انت كأنك اول مرة تعملها في حياتك. ده اللي لازم عقلك يقتنع بيه. ما تجلدش في ذاتك واعرف انك من الطبيعي انك هتقع وتقوم وتقع وتقوم لغاية ما تعرف تكمل وانت متعافي بشكل كامل.